بالأخ عيسى أحمد يوسف، واحد من الشباب من هذه الرابطة الخيرة، رابطة مثابرون، نسأله على شعوره وهو يشارك بهذا العمل. والله أستاذ صراحة يعني شعور لا يوصف، يعني من نشوف الفرحة في عيون الأطفال، عيون هاي صغارنا. يعني احنا في سنة 2017 سنة تطور العالم، العالم وصل الأقمار الصناعية، وصل إلى وسائل تعليم إلكترونية. أحسن. نعم. احنا لحد الآن مدارسنا يعني آيلة للسقوط، أطفالنا يعانون من برد الشتاء وحر الصيف يعانون. فأبسط شيء ما يعني أكثر شيء قدرنا نقدم لهم أنه نرمم هاي المدرسة. موفقين بهذا العمل، بارك الله. ونحاول نقدم لهم يعني إن شاء الله شيء أكثر. ومع الأسف يعني من اتجهنا للمؤسسة الدولة ما لقينا يعني أي نتيجة، ما حصلنا. فإحنا مجموعة من الشباب خلينا على عاتقنا إن شاء الله، وإنه فرحة هاي الأطفال، فرحة الطلاب، حتى الطالب يكون شوية مستوى تعليم عالي لتقديم نتيجة أفضل إن شاء الله. بارك الله بيك ومشكورة جهودكم، الله يحفظك عيني.